اللي ما يعرف تدابيره حنطه تاكل شعيره. قصه هذا المثل كان اكو تاجر حبوب ببغداد يبيع حنطه ويبيع شعير ويربح اموره زينه. شلون هسه الولد امورهم تمام عتم فلوس، لكن هذا مولع كل ما يصير الحاصل وكل ما يبيع مولع بالخيول الاصيله، يشتري ويجمع ماشي اموره. بعدين قال ياباني اريد اوسع التجاره، فراح الى الموصل واخذ محصول الحنطه والشعير وياه على امل ان يبيعه هناك. وصل الى الموصل لقى السوق مو زين، الاسعار نازله، كساد بالسوق. قول باع الحنطات بسعر مو ذاك السعر، حط فلوس اللي بجيبه وظلن الشعيرات. راح بالليل قعد لبحانه يفكر، اتعرف له على واحد عنده حصان من الحصن الاصيله، قال له تبيعه؟ قال له بيعه. شال فلوس الحنطه والطهن لمن؟ صاحب الحصان، وجابه على امل ان يبيع الشعير. ربط الحصان قام يعلفه منين؟ من الشعير. اليوم باكر اليوم باكر، فالحصان اكل الشعيرات كلهن. فانضرب هذا المثل، اللي ما يعرف تدابيره حنطه تاكل شعيره. لاحظ بالحنطات ولاحظ بالشعيرات. المعنى الان الذي يجري في المشهد السياسي هو المصادفات، ليس هنالك تخطيط، ليس هنالك قراءة جدية للواقع ولأشرعته ولاتجاهاته، وبالتالي أن القوى السياسية تخطط بما يتلائم مع الواقع. أما أن تترك كل الأمور إلى اللحظة الأخيرة أو لحظة الحسم الأخير، هاي مو سياسة. ولذلك أكدنا مرارا وأكد غيرنا أن الذين يشتغلون على الصدف لا يمكن لهم أن يستمروا أو يستطيعوا أن يحققوا شيئا. هذه القوى هي قوى تعيش صراعات في داخلها ومليئة وحبلى بالمشاكل، فشلون تقدر تحل مشاكل لمجتمع تعقدت وتراكمت واستنسخت وتناسلت وتركت هذا الشعب المظلوم بهذا المستوى؟ وفي كل مناسبة أو غيرها هنالك مشاكل بين هذه القوى، والسبب هو غياب الرؤية وغياب المنهجية وغياب التخطيط وغياب الاستنباط لحقائق الأمور والغوص في دقائقها وفي تفاصيلها.